السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: طقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل في عموم مناطق المملكة، خاصة في المناطق الداخلية من المملكة، أيضا حرارات أقل من المعدل خلال الأيام القادمة، وزخات أمطار متفرقة وعشوائية وخفيفة من الأمطار متوقعة فوق مرتفعات تبوك وأجزاء من مرتفعات المدينة المنورة وغرب منطقة حائل وأجزاء من منطقة الجوف. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية بدون فعالية التي عبرت سماء منطقة تبوك. باقي المناطق كانت الأجواء صافية. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس، حيث تبقى المملكة تحديدا المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد ناتجة عن امتداد لمرتفع جوي في تلك المناطق. درجات الحرارة ستبقى أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال الأيام القادمة. درجة الحرارة تنخفض بشكل إضافي خلال ساعات الليل، حيث يصعد طقس مائل للبرودة إلى بارد نسبيا في عموم المناطق الداخلية، يميل للدفء قليلا في المناطق الساحلية سواء الساحلية المطلة على البحر الأحمر أو المطلة على الخليج العربي. أيضا تستمر فرص زخات الأمطار الرعدية في مرتفعات تبوك وأيضا مرتفعات المدينة المنورة وغرب حائل ومنطقة الجوف خلال الأيام القادمة. هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، طبيعة الأمطار ستكون عشوائية ومتفرقة وخفيفة. أيضا المنطقة الجنوبية الغربية لا يستبعد بعض التشكلات الركامية المحلية والعشوائية خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يصبح الطقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة تستقر درجات الحرارة حول 32 درجة مئوية كحرارة عظمى مع طقس صافي. أما الصغرى تسجل 20 درجة مئوية يوم الثلاثاء، تنخفض يوم الأربعاء على 19 وتواصل انخفاضها يوم الخميس، تسجل 18 درجة مئوية فقط. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.